بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت اليوم أتحدث عن رائحة الفم الكريهة. الحقيقة بالرغم من وجود 150 سبب لرائحة الفم الكريهة، إلا أن للشباب الأصحاء واللي يعاني من رائحة فم لسنوات عادة يكون واحدة من اثنين أو اثنيناتهم مع بعض، أما جرثومة اللسان تحدثت عنها سابقا، أو ما سميناها بمتلازمة رائحة الفم اللامنضجية. المريض اللي يمر بهزات نفسية أو يعاني من جرثومة اللسان أكثر من سنة، لأن هذه كمان هزة نفسية، أو شخصية القلقة شيالين الهموم ينفرز في دمهم مواد كيميائية نسميها الجذور الحرة. هذه الجذور الحرة تلخبط العصب الشمي وعصب التذوق، فصاحب هذه الحالة يشم رائحة فم كريهة. الحلو في الموضوع أنه هو الوحيد اللي هو يشمها، الآخرين لا يتأثرون فيها. فلذلك دائما أدعو المريض اللي ما عنده جرثومة اللسان فقط رائحة الفم أو متلازمة رائحة الفم أن يكسر الشك واليقين ويسأل اللي حوله، لا يكون عايش في سجن هذه الحالة. ودائما أبحث عن العلاج في المكان الصحيح، وشكراً.